بضرب على الحكومه في لعب فيها. الكره متوقفه الان. اللاعب انور كان تصاب توعك التقاشر ديالو. حارس نفيخه عنده كره كتبان لي بحال شي تينيسا صراحه. يعني هو مقلد ما كنتيش كيعرف. شايب رقم 18. كرة يعني كتكون خطيرة لولا تدخل اللاعب المهدي. اللاعب المهدي هذا هو الله. لاعب عز الدين وحده صراحة فرصة هدف الرابعة. عادل بوحدو. عادل اش غايدير عادل كيعطيها لدافيد. دافيد بقى عنده كرة. بقى فرصة مواتية. فرصة مواتية اللاعب ديانا اللاعب هجوم خطير هذا يعني خص تخاد احتياطات الحارس خارج. فرصة خالد عديل عديل وشباك صراحة شباك فارغة شباك فارغة دافع عديل وضرب عديل عديل غشير عليك بلا بار هاي عديل يلعب طيط الله يلعب طيط ايه بين ساعة طلعوا علينا في طيط محمد اللاعب ديال طيط هو الصاف الكرة الأولى الكرة الثانية لاعب نور الدين مولف بالركبي صراحة مولف كيلعب بالركبي كيبان لي كاع كوارا كيلعبها مرات ورا الشباك الكرة الكرة باقا لها كرة حارس من انوار يعني كيقوم بلقاء ممتاز كيستحق يناديو عليه المنتخب الوطني العجزة هذا السادس كان يعني جا الهدف ضد يعني ضد مجرى اللاعب صراحة كان الفرح كان يستاهل التعادل كانت 5-3 كانت نتيجة قريبة شوية ولكن يعني أنوار دار اللي عليه صراحة أنوار دار اللي عليه لكن الدفاع ثقيل بزاف ثقيل ناقص بالجهد كاع ينعل الدين كورشكم كاع ينعل الدين كورشكم كاع محترف لأربعة الكواش هذا اللاعب هذا صراحة تم استقدام هذا اللاعب من اثنين الغرارف لاعب عز الدين صراحة لولا المؤخرة ديال هذا اللاعب لكان أهداف جوج ديال الأهداف كانت تسجلوا المؤخرة ديال هذا اللاعب نور الدين وعز الدين كرة عند عادل عادل غادير بها عادل يعني كيلعب الخطة ديال البريسينك لاعب نور الدين كريشا نور الدين كريشا تا خالد كيسبقها بزاف صراحة فرصة ديال الهاد توفيخة كيشقمها بحال التينيسة كونتر اتاك راه عند فريد عادل عادل اوه ممتاز هذا اللاعب تقنية هائلة هذا اللاعب لقي 23 عند اللاعب 15 مشايب كيعطيها للشيباني الشيباني اش غايدير بها بعض الالفاظ النادية كنستسمحوا للمشاهدين الكرام اوه كتكون هدف السابع كاد يكون هدف السابع اخطاء فادحة دفاع فهمتش انا الكره كلها في اتجاه مرمى المنتخب الوطني والله حيده بغي نقلع عليه وحيده عليه الكره كتخرج ضربه خطا واضحه ما عرفتش